انت بتقولي كده عشان ما شفتيهوش. عارفه لو شفتيه تحبيه قوي، طيب وحنين وجدع وراجل وفنان على فكره، خريج معهد سينما. طب وبعدين اللي حصل؟ ماما كانت بتفتش في موبايلي، شافت المسجز اللي بينا، خدت التليفون وقطعت الانترنت من البيت، منعتني من الدروس، قطعت من الاخر اي طريقه نقدر نوصل لبعض بيها. يعني انتي وماما عايشين لوحدكم؟ بابا موجود بس ما بيعملش حاجه. يعني ايه ما بيعملش حاجه؟ يعني اي قرار ماما بتاخده او بتعمله هو ما بيعترضش عليه، هي راجل البيت من الاخر يعني. طب وحسام عامل ايه؟ حبيبي جيت قدم لي في البيت رسمي. طب ما كويس. لا مش كويس عشان هي رفضته. اهم حاجه تكوني مقتنعه باللي انت بتعمليه وما تخليش اي حد يضغط عليكي. يلا بينا يا ماما. احنا مش اتفقنا على كل الكلام وقلنا كل حاجه؟ بص يا ماما، طنط ملك تبقى مامة ادم، وطنط سهام تبقى جدة ادم، يعني دول اهل. في ايه بقى؟ ايوه كده، هي دي علا اللي انا اعرفها. ايوه يا طنط، زي حضرتك. لا انا كويسه الحمد لله. شوفي مين هيجي ياخد ادم يقضي معاكم الخميس والجمعه الجايين. لا تشكريني على ايه، مفيش حاجه. خلاص اتفقنا، هنستناكم. ارتحت كده؟ انا ارتحت، وفي ناس كتير قوي ارتحت، عشان كده بقى هقوم اعمل لك كوبايه شاي. بقول لك ايه، تفتكر ادم هيتبسط عندها؟ لا طبعا، مش هيبعد عنك يومين. خليه يعرف قيمه عمته. ماشي يا وانطج انت، روح اعملي الشاي يلا. قوم حبيبتي يا ماما. يا حبيبتي انت. سلام. يعني ايه يا دكتور وليد ما ينفعش ازور رؤى؟ للاسف يا استاذ حسام، ده القانون. هو القانون عندكم في المستشفى انكم بتمنعوا زياره المرضى؟ لا مش كده، بس ما ينفعش حد يزور المريض الا اذا كان من اهله، ولو مش من اهل المريض لازم اهل المريض يكونوا عارفين وموافقين. وحضرتك ما تعرفش ان اهلها دول هم اللي وصلوها لمرحله الانتحار؟ عارف. يعني هم السبب في وجودها هنا في المستشفى اصلا. عارف عارف يا استاذ حسام، والله عارف، بس اعمل ايه طيب غصب عني؟ دي قوانين والقوانين واحده، مفيش قوانين بتميز اهل مريض عن اهل مريض تاني. ما تزعلش. بص اعتبرها مسافره في اجازه بره مصر، وانت مش هتعرف تشوفها الفتره ديت، بس ما تقلقش عليها، الاجازه دي بتقضيها في فندق 5 نجوم صدقني. عارفه انا متاكده ان حسام هيتجنن ويعرف عني اي حاجه دلوقتي. ما بلاش يتجنن دي، ما تفوليش على الولد. زمان كنت متخيله ان الحب ده، ان الاثنين اللي بيحبوا بعض يعملوا كل حاجه مع بعض. اكتشفت ان لا، الحب انك تحسي انك بتعملي كل اللي انت عايزاه مع اللي بتحبيه حتى لو هو مش جنبك. ما اعرفش انت قادره. هو انت عمرك ما حبيتي؟ لا يعني مره وانا في الجامعه، كنت في اولى جامعه، كان في ولد كنت معجبه بيه وهو كمان كان معجب بيا، يعني ابتدينا نبعت مسجات لبعض، نظرة ضحكة. وبعدين فجأة حسيت إن أنا بعمل حاجة غلط، اتخضيت وبعت. مش عارفة لو كنت عملت زيك يمكن كانت حياتي اتغيرت. أشك، لأن في الآخر النتيجة واحدة، أنا منتهي. ايوه بس انتي هنا علشان اذيتي نفسك، لكن انا هنا علشان حاجه تانية خالص.
بصراحة أنا بحب الشغل بالخطوط العربي، بحس إن أنا برسم مش بكتب، وبعدين هي ليها زي البصمة المختلفة عن التصميمات التانية. حضرتك ليكي نكهة خاصة بشغل حضرتك، مختلف يعني، ليكي حاجة تانية. شكرا لك يا فندم. أهلا باشمهندس، إزيك عامل إيه؟ أهلا أهلا. إيه يا باشمهندس الشغل العالي ما بنشوفوش ده ليه بقى؟ معلش بقى يا شاهين بيه، أصل الحاجات دي تكلفتها عالية قوي، وأنا بحب ألتزم بالريتس اللي أنت حاطه. مفيش مشكلة، لو بالفخامة دي هنشتغل فيها، والأستاذة رضوى طبعًا هتشوف موضوع السعر ده. آه أكيد طبعًا يا فندم. خلاص، الميتنج اللي جاي نتفق في الموضوع ده. إن شاء الله، ماشي، فرصة سعيدة يا أستاذة. وأنا أسعد يا فندم، ميرسي. أنا لما لقيتك تأخرت قلت ده مش جاي، ده المعرض بيشطب تقريبا. معلش كان عندي شوية ارتباطات في المكتب فتأخرت شوية. بالراحة والنبي يا اسطى، ده شاع عمري. العيشة يا باشمهندسة كله تحت السيطرة، طمني خالص، الشغل كله في السليم، طمني. ربنا يستر. بجد ميرسي يا سي، والله مش عارفة أقول لك إيه. هتقولي إيه بس؟ عادي جدا يعني. المهم إن أنت تمام وعملت اللي في دماغك. اللي في دماغي؟ هو انت ما تعرفيش ان شاهين السريتي ده هو اللي كان واقف معاكي؟ هو ده صاحب المنتجع اللي خدتك تعملي فيه شغل بجد؟ والله انت ما كنتش تعرفي ولا ايه؟ مش فاهمه يا سليم يعني، وانا لو كنت عارفه هخبي ليه؟ عشان تعرفي تعرضي عليه الشغل اللي انا رفضته. ايه الكلام ده يا سليم؟ ده انت شخصيا اللي عرضت عليا ان انا اخد بوث عندك في المعرض ده. عشان عارفه ان انا حاجز في المعرض، فدخلت عليا بحكايه ان انا مش لاقي مكان، مش لاقي حجز، وطبعا عارفه ان انا اكيد هعرض عليك حاجه زي كده. ايه ده يا سليم، انت ازاي ركبتها كده؟ انت ازاي اصلا تفكر فيا انا بالشكل ده؟ لا يا سليم، لا بجد انا مش مصدقاك بجد.